إليسا تبكي على المسرح في حفلها الأخير بكاليفورنيا. تأثرت أثناء أداء أغنية يمرايتي، اتفاعلت مع الجمهور أثناء عرضها لهذه الأغنية. إليكم في هذه الحلقة أبرز تفاصيل حفل إليسا الأخير. أحيت إليسا حفل جديد أثناء جولتها الغنائية المستمرة، وكان آخر هذه الحفلات حفل مميز في سان دييغو في مدينة كاليفورنيا، وقدمت إليسا حفل غنائي ناجح وسط حضور كبير من الجمهور. تأثرت إليسا أثناء غنائها أغنية مرايتي، وما استطاعت أن تتمالك دموعها وبكت متأثرة بهذه الكلمات. إليسا ظهرت في الحفل وهي حافية القدمين حتى تستطيع الغناء والرقص على المسرح بحرية أكبر، واختارت إليسا إطلالة أنيقة بتناسب أجواء الحفل، فظهرت بفستان طويل من اللون البلاك به فتحة جانبية وكشفت عن ساقها بأكملها. إليسا واحدة من أشهر النجمات في لبنان، واستطاعت أن تحقق نجاحات فنية كبيرة على مدار مشوارها الفني، لكنها فاجأت المحبين بعد ألبوم إلى كل اللي بحبوني برغبتها في الاعتزال، وحكت أنه سبب هذا القرار هو عدم قدرتها على العمل في مجال مليء بالمنافسات اللي بتشبه المافيا، وغضب الجمهور من هذا القرار وجعلها تتراجع عن قرارها. وقدمت ألبوم صاحبة رأي، واستمرت في تقديم ألبومات وحفلات سلبية لرغبة الجمهور. تعرضت إليسا لأزمة صحية كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث أصيبت بمرض سرطان الثدي وأخفت الأمر عن الجمهور، لكنها أعلنت عن تجربتها بعد تعافيها نهائياً من هذا المرض، واختارت طريقة مختلفة لتعلن هذا الخبر، فقامت بتقديم أغنية إلى كل اللي بحبوني، وصورتها على طريقة الفيديو كليب، وقدمت فيها معاناتها خلال رحلة العلاج. روت إليسا هذه التجربة لتكون مصدر إلهام لغيرها من السيدات، وكشفت أن هذه الأزمة كانت مصدر قوتها، خاصة وأنها استمرت في العمل خلال فترة العلاج، فأحيت الكثير من الحفلات الغنائية الناجحة، بالإضافة لاستمرارها في تصوير حلقات برنامج The Voice. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.